الوفد الروسي يشارك في اجتماع منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في فيينا. المعارضة في البرلمان تطالب بسحب الثقة من الحكومة النمساوية. النمسا الرابعة أوروبياً في عدد تطلبات اللجوء العام الماضي. زيادة أجور العاملين في القطاع السياحي في النمسا بنسبة 9.3%. تبرئة فلسطينياً في النمسا من تهمة الانتماء لحركة حماس. انفجار في معمل يؤدي لمقتل عامل وإصابة آخرين وسط النمسا. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. بدأ اليوم في فيينا اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتي تستمر يومين ضمن جدل سياسي حاد بسبب مشاركة الوفد الروسي. وأكد رئيس البرلمان النمساوي فولفغانغ سبوتكا على التضامن الكامل مع أوكرانيا، ومن جهة أخرى شدد على عدم إغلاق الباب في وجه الدبلوماسية. يشار إلى أن 6 أعضاء من الوفد الروسي على قوائم العقوبات، ولهذا قاطعت أوكرانيا وليتوانيا الاجتماع فيما تجمع متظاهرون أمام مقر المنظمة رافعين لافتات كتب عليها لا تجلس على الطاولة مع القتلة. طالبت أحزاب المعارضة في البرلمان النمساوي بسحب الثقة من الحكومة برئاسة يهمر وإجراء انتخابات مبكرة. وانتقدت الأحزاب الثلاثة وهي الحرية والنيوز والاشتراكي الديمقراطي أداء الحكومة وحملتها المسؤولية عن الكثير من الإخفاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واتهمت الأحزاب الثلاثة الحكومة بعدم الكفاءة، وهو ما ظهر واضحا في التعامل مع إجراءات كورونا وأزمة الهجرة غير الشرعية. كشفت وكالة الاتحاد الأوروبي لطلبات اللجوء أن نحو 1,000,000 شخص تقدموا بطلبات لجوء في عام 2022. وقال وزير الداخلية النمساوي كارنر إن ارتفاع عدد طلبات اللجوء لا سيما في الدول غير الساحلية مثل النمسا دليلاً على أن نظام شنغن معطل، وأوضح أن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي تحتاج إلى تحسينات وتعديلات قانونية. وذكرت الوكالة أن معظم طلبات اللجوء في ألمانيا، فيما جاءت النمسا في المركز الرابع. توصل فريق المفاوضات الجماعية للعمل في صناعة الفنادق والضيافة إلى اتفاق بزيادة الأجور بنسبة 9.3%. وحسب وكالة الأنباء النمساوية، اعتبارا من الأول من مايو يحصل العاملون في قطاع الفنادق والضيافة على الزيادة، واعتبارا من الأول من مايو سيكون دخل المتدربين 925 يورو في السنة الأولى، وتزداد حسب سنوات التدريب ليصل إلى 1305 يورو في السنة الرابعة والأخيرة. وهذا يعني أنه تم تحقيق نمو حقيقي للأجور لموظفي الصناعة البالغ عددهم 230 ألف موظف. برأت محكمة أيزنشتات فلسطيني من تهمة انتمائه إلى حركة حماس في قطاع غزة، حيث لم تجد المحكمة أي أدلة على إدانته. وحسب ORF، أكد الرجل في المحكمة أنه اختلق كل شيء من أجل الحصول على حق اللجوء، وصرح القاضي أنه لا توجد في نتائج البحث أي دليل لانتمائه لحركة حماس، ودخل المتهم النمسا كلاجئ في عام 2021، وتم القبض عليه في منزل لجوء في بورغنلاند بعد معلومات من طالبي لجوء آخرين. أسفر انفجار في مصنع بلاستيك بمدينة سانك بولتن في النمسا السفلى عن مقتل عامل وإصابة 2 آخرين أثناء أعمال الصيانة. وحسب صحيفة كرونة، حصل التفجير أثناء أعمال اللحام، وتولت الشرطة التحقيقات في السبب. وقالت قيادة الإطفاء أن التفجير عنيف جدا، مؤكدة أنه لم يكن هناك أي خطر على السكان والبيئة، ولم يحدث الانفجار أي حريق. وقال المتحدث باسم الشركة، تم تشكيل لجنة خبراء للتحقيق
لمنع مثل هذه الحوادث مستقبلاً. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم. كنت معكم أنا قتيبة اللحام، أمسية سعيدة، إلى اللقاء.